السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم حبايبي. رجعت لكم بفيديو جديد. موضوعنا اليوم حبايبي مهم جدا، وهو علاج آلام الرقبة والكتف. وهذا يعني كثير كثير الموضوع مهم جدا، وكثير من الناس بتطلب هذا الموضوع. إن شاء الله راح أعطيكم بعض النصائح في هذا الموضوع، كيف تتجنبوا إذا كان في عندكم ألم، في عندكم مشكلة، وكيف تعالجوها، وإيش هي الأسباب. وفي عندنا علاج راح نتكلم فيه ان شاء الله، وهو زيت الحنظل. تابعونا حبايبي بعد الفاصل لمعرفة المزيد. فضلا وليس امرا ان تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك اسفل الفيديو. طبعا حبايب، بالنسبة لألم الرقبة وألم الكتف تحديدا، طبعا لها اسباب. اي ألم موجود في جسمنا ممكن يكون له اسباب. طبعا من اهم الاسباب انه ممكن الاجهاد البدني والضغط على عضلات الكتف بتسبب ألم في هذه المنطقة. أيضا إفراط في استعمال المفصل، وبيؤدي هذا الاستعمال إنك أنت مثلا بتشد بشكل كبير، طبيعة عملك في شد، وبتضلك تستعمل يعني طريقة الشد في هاي المكان، فالمفصل من كتر التركيز عليه بصير في التهاب في الأوتار. وطبعا التهاب الأوتار مش شغلة سهلة، لا بالعكس فيها ألم كتير. كمان ممكن مشكلة يكون في عندك خلع كتف، لكن هذه عادة ما بتتعرض لإصابة كبيرة. وطبعا الكسر. او اهم نقطة واهم سبب من هذه الاسباب اللي انتوا الان المستمعين بتعانوا منها، هو الجلوس بطريقة خاطئة، وخصوصا على اللابتوب او على الموبايل، او حتى في طبيعة عملك على المكتب. فعشان هيك حبايب، اي شخص بيعاني من هذه المشكلة، انتبه لجلستك، انتبه للمكان اللي انت بتقعد فيه، عشان هي هذه المشكلة. طبيعة انك انت بتطمل، او طبيعة انك انت بتنحني الى المكتب او الى الموبايل، هذه بتعمل ضغط على فقرات الرقبة، بتسبب لك مشاكل كثيرة، بتسبب لك نمنمة، بتسبب لك وجع في الاطراف، ونمنمة طبعا بتسبب لك طبعا وجع في الراس، هيديك، مشاكل كثيرة، ممكن زغولة في العين. فهاي المشكلة يعني لابد منها انه احنا نقدم فيها حل. ايضا يا جماعة، من اهم الاسباب اللي بتعاني يعني بتؤدي الى وجود مشكلة في الكتف والرقبة، هي حمل شنطة ثقيلة. لهيك اطفالنا وابنائنا في المدارس لازم ننتبه انه ما يحملوا اشياء كثيرة ثقيلة في الذهاب الى المدرسة، حتى ما يأثر على طبعا صحتهم. كمان في حال تعرض الكتف لألم او التهاب شديد، في من الممكن انه ننتبه احنا طرق صحيحه في العلاج. طبعا يا جماعه، الالتهاب، وهذا الالتهاب في الاوتار بيكون ناتج عن الضغط الزائد على المكان. فبالتالي انت لازم تريح. اهم حاجه، اول نقطه، انك تعمل على الراحه التامه، لا تستعمل موبايل، لا تستعمل مكتبك. يعني اذا انت كنت طبيعه عملك هيك، بدك تريح نفسك بجلسه تبقى مريحه على المكتب، بالكرسي او بالمكتب، او يعني تشوف انت تستعمل وسادة. فاهم شيء عند التعرض لهذه المشكلة وهذا الالم، لازم اول حاجة كنصيحة لكم، انك انت تلزم بالراحة التامة، تستعمل وسائل ووسائد صحية يعني قدر الامكان، حتى تخفف من هذا الضغط على هذا المكان. ممكن القيام بعمل تمارين للعضلات اللي بتساعد في استرخاء العضلات، يعني مساج خفيف. ممكن في أجهزة بتعمل على الرج هيك، ممكن تستعملها أنت كجلسة جلستين، من النوع من أنواع العلاجات الطبيعية والعلاج الطبيعي. طبعا كمان تغير وضعية النوم، ممكن تبقى وسادة النوم فيها مشكلة، طبيعة نومك فيه مشكلة، بدك تحاول تغير من هذه الوضعيات عشان أنت تكون أخ الكريم وأخت الكريمة تكونوا في الأمان. كمان ممكن ندلك الكتف بالزيوت الطبيعية، وهذه النقطة اللي أنا بدي أركز فيها شوية. الزيوت الطبيعية إيش ممكن نسوي؟ طلع علي يا حبايب. أول شغلة ممكن إن إحنا نستعمل زيت زيتون دافئ، ندفي زيت زيتون، وهذا ممتاز جدا. بنستعمله على المنطقة، منطقة الكتف والرقبة، بنعمل فيه مساج خفيف. لكن قبل زيت الزيتون إيش ممكن تعمله؟ ممكن تعمله كمادات ماء دافئ، كمادات مية دافية، بتعملوها على المكان 3 جلسات، كل جلسة ربع ساعة. بنعمل 3 جلسات في طبعا اليوم، كل جلسة مدتها ربع ساعة. بعد ما نخلص 3 جلسات هذه، بنستعمل زيت زيتون دافئ، أو ممكن نستعمل زيت ممتاز جدا، بيسحب أو بيشفط الألم بقوة
فظيعة جدا. هذا الزيت يا جماعة اسمه زيت الحنظل. هذا زيت الحنظل مر طبعا، لكن ألم بخلصك من الألم بشكل فظيع جدا، وخصوصا ألم المفاصل والغضاريف وألم الرقبة وألم الكتف. عشان هيك ممكن أن ناخذ منه شوية ونقوم بفرده بعد عملية المساج أو بعد الكمادات بالمية الدافية. ممكن ناخذ هذا الزيت ونعمل تدليك بشكل بسيط على المنطقة ونستنى لحتى ينشف شوية. طبعا نستعمل العلاج الطبيعي بشكل يومي أو ممكن 3 جلسات في الأسبوع، كل جلسة 3 مراحل. وبعد هيك ممكن تستعمل زيت الحنظل يوميا عادي، ما في منه أي مشكلة. فهذه حبايبي هي الوصفة اللي أنا حبيت أقدم لكم إياها في هذا الموضوع، إنه أنتم يا إما تستعملوا زيت الزيتون مدفى أو إنكم تستعملوا زيت الحنظل. هذول الوصفتين من الزيوت ممتاز جدا في علاج هذا الألم. وما دون ذلك لازم أنت تستعمل كمان أيضا موضوع العلاج الطبيعي، المساج، الكمادات، وكمان الراحة التامة، ويعني النصائح اللي أنا قدمت لكم إياها. أتمنى يكون نال إعجابكم هذا الموضوع حبايبي. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو، وبداية الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وضع لايك أسفل الفيديو، وأيضا هذا المشاركة لجميع الأصدقاء. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.